صنع في العرب، الخبر إليك أقرب، اشترك معنا. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. صفقة القرن، ليفاوض المغرب ترامب. منذ زيارة سهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر المغرب تم شهر مايو الماضي، اتخذ المغرب موقعا في المنطقة الرمادية بين قبول دعوة واشنطن إلى المشاركة في لقاء البحرين المتعلق بالشق الاقتصادي لصفقة القرن وبين الامتناع عن ذلك، ولم يصدر عن المغرب أي موقف رسمي واضح بشأن ذلك، وجرى في المقابل تسريب مواقف على لسان كل من الأردن وفلسطين تشير إلى رفض الرباط حضور هذا اللقاء، مقابل تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة بعدم علم المغرب بصفقة القرن وتفاصيلها. واستمرت الضغوط الأمريكية بإعلان مصادر رسمية أن كلا من المغرب الأردن ومصر قبلت دعوة المشاركة، لكن المغرب لم يؤكد ولم ينفي أيا من هذه الأنباء المتداولة. قضية الصحراء، رئيس نقابة عمالية في نيجيريا يدعو إلى عزل المغرب. عاد أيوب وابا رئيس المؤتمر العمالي النيجيري، وهي نقابة عمالية في البلاد، لمهاجمة المغرب على هامش الزيارة التي يقوم بها زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى نيجيريا للمشاركة في احتفالات البلاد بيوم الديمقراطية. ودعا رئيس المؤتمر العمالي النيجيري أيوب وابا في كلمة ألقاها بالنيابة عنه نائبه نجيم ياسين يوم أمس الخميس إلى عزل المغرب بسبب ما وصفه باحتلاله للصحراء الغربية، وأضاف طالما أن الصحراء ليست حرة فإن إفريقيا ليست حرة ويجب إشراك جميع الدول الإفريقية في هذا الكفاح، وتابع يجب على الجميع تبني مطالبنا بضرورة عزل المغرب في الفضاء العالمي من قبل جميع البلدان ليس فقط في إفريقيا ولكن في العالم بأسره حتى تحصل الصحراء الغربية على استقلالها. فيما قال أويوي لاكينفا عضو الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية إن الحركة قامت بحملة من أجل منع المغرب من الانضمام إلى منظمة الاتحاد الإفريقي لكنها فشلت في ذلك، وتابع ومع ذلك فعندما حاول المغرب الانضمام إلى سيدياو نجحنا في منعهم لن ينضموا أبدا إلى سيدياو. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها المؤتمر العمالي النيجيري المغرب منذ تحسن العلاقات بين البلدين إثر وصول الرئيس محمد البخاري للسلطة في شهر مارس من سنة 2015 خلفا لغودلاك جوناثان، فقد سبق له في العديد من المناسبات أن دعا الحكومة الفيدرالية النيجيرية وبرلمان بلاده للتصويت ضد قبول المملكة عضوا في الجامعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. نهاية الخبر، ادعمنا بزر الإعجاب، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.